مباشرة من فلسطين، مباشرة من بيت لحم، يوسف خنصل، مساء الخير. الله يسعد مساك حبيبنا. يوسف، لحظة مفصلية بحياتك، لحظة مفصلية، اللحظة يلي خطيبتك اكتشفت ان هي مصابة بكوفيد 19، بكورونا المستجد. كيف تتذكر هلأ هذه اللحظة، لحظة الإعلان والنتيجة كانت إيجابية؟ صدمة أول شيء، رهبة إنه أنا أكون مصاب كمان، وأهلي يكونوا مصابين وأهلي يكونوا مصابين وكل اللي حوالينا اللي بنحبه بيكونوا مصابين. ما كناش نعرف إشي عن هذا المرض، فإنه يعني إيش بيسوي وإيش بيشيل وإيش بحط، فكان الموضوع شوي إنه صعب. يعني كورونا بوف، يعني مفاجأة. بلشت تلمس او بلشت تحس ببعض العوارض من بعد ما تم فحصها وتاكدتوا انه خطيبتك روزان مصابه بكوفيد 19؟ هو اهلي حجروا حالهم في البيت، انا كنت في القدس شغال، فانا برضه حجرت حالي 14 يوم في القدس اشوف شو بصير معي، بس الحمد لله ولا إشي، لا اهلي ولا اهلها حتى كمان. قديش إلى اليوم روزان داخل الحجر بوحدة العزل بالحجر الصحي؟ يعني اظن 4 ايام في البيت عندها لحالها قعدت، لانه ما خلتش حدا يقرب عليها، و38 39 يوم مع اليوم غير اللي انحجرتهم في البيت 4 ايام. اف، يعني صار له تقريبا فوق ال40 يوم داخل حجر الصحي، عازلة حالة. وين تحديدا؟ بمركز التأهيل نعم، هو مركز بفلسطين. حجر يعني للإصابات مركز، ايوه للإصابات بكورونا. طيب، إلى تقريبا 40 يوم مصابة وعازلة حالة، كل قديش بتتواصل معه؟ كل 10 دقائق حتى مرات بصحيها من النوم. مرة أنا بدي أحكي لك، مرة كان في عندهم بلكون، أمي بطل على الشارع بس بتشوف منه هيك أبو نص متر، يعني الفسحة تبعته، فسحة الرؤية تبعته نص متر. فرحت مرة هناك أنا وكمان صاحبي لي اسمه عودي، فبحكي لي بدك تشوفه، بقول له آه يا زلمة احكي لي وين، مش عارف وين، كيف بدي أدل، بدي أشوفها لو بعيد بدي أشوفها. فبتحكي لي بقدر اشوف انا الشارع، يعني شوي من الشارع، فكان في جيب امن يعني ممنوع تقرب على المنطقه هناك، فسميت انا بحكي على التليفون وملتي يعني انه بعرف شو في جوا هناك، فطلعت على البلكون بتحكي لي هي شفتك شفتك شفتك. فانا يعني تقريبا اخذت معي من العجقه اللي انا فيها اخذت معي 5 دقائق على ما اعرف وين فشفتها، فكان الموضوع كثير هيك دراماتيكي، انه كانت تبكي، صارت تبكي وهيك، وانا من النوع اللي بحبش ابكي يعني ما بحب، فكان كثير شوي هيك صعب. بتعرف كيف يعني صار لك 40 يوم الشيء، ف 38 يوم، احنا كل 3 ايام نطلع نشرب كوفي هيك، بنفطر مع بعض نروح نيجي، فكانت كثير صعبه. وبعدين لحاله لما ومش شفتها، زينا يعني. هذه اللقطة، هذه الثواني المعدودة، هي على الشرفة وانت تحت على الطريق عم بتشوفها. هاي لستني ال 35 يوم اللي كانوا. شو حكتك بعيونها؟ ما كانت عم بتقلك ايه بالكلام على التليفون؟ كانت هي بدها تنط من البلكون. سؤال، إذا هي بدها تنط كانت من البلكون، أنت كنت مستعد تحملها أو أنت كنت بدك تزيح؟ ولا هل بحملها هذا بخطفها الآن بروحها. فيروس معدي؟ لا بنكلكش، احنا بنكلكش ولا فيروس بعد ولا شيء، ما احنا بنكمل حياتنا مع بعض، ايش بده يصير علي بده يصير عليها، ليش اخاف اذا بدك تعيديني ولا بدك تعيديني، سيم سيم. لا بس، ولكن أنت بتعرف اليوم هذا الفيروس خطير بسرعة انتشاره، خطير كيف ممكن تكون تداعياته على كل جسم إنسان، ممكن تكون تداعياته مختلفة من كل إنسان إلى مظبوط آخر. مظبوط، بس بحكي لك مرات الواحد لما بحب بيعرفش يفكر، بروح التفكير من راسه بصير القلب، فيعني واحد يشوف حبيبته وخطيبته واللي بده تصير مرته كمان شهرين،
اكيد يعني في بيكون في تفكير عنده جنوني انه يسوي المستحيل عشان يشوفه او يكون معه. من بيت لحم راح انتقل الى بيت جالا الى المركز الفلسطيني للتأهيل، لكون مباشرة من وحدة العزل من الحجر الصحي مع روزان. مساء الخير. مساء النور استاذ مالك. مساء الخير، مساء الخير روزان. فعلا اول شيء ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب تقومي بألف سلامة. شو اكثر شيء اثر فيكي انت عم تسمعي يوسف؟ بعرف قديش هو بحبني، وهذا الاشي كمان اكد لي اكتر، وكل يوم عم بتأكد انه حبنا اكبر من الكورونا واكبر من الخوف، واحنا لنا 3 سنين عم نتحدى عشان نكون مع بعض ونتجوز، وانا مش راح اخلي ولا اشي في العالم انه يمنعني اني اتجوزه واني اكون معه في 1/8. كان عندك شك للحظات انه ممكن كورونا تكون عقبة لانه تكفي حياتك انت ويوسف؟ ما بخبي عليك، في البداية كان خوف، انا كنت عم بواجه فيروس الناس عم بتموت منه، كان عندي خوف انه تركت موضوع الكورونا، صرت بطلت كتير أفكر في إيش راح يصير معي مع المرض، بس أحكيت إنه لازم معنويات تكون عالية عشان أنا أحصل على اللي بدي إياه، فلا صرت أفكر لا بده يمشي، بدي أتجوز، بدها تمشي حياتي، بدي أرجع لشغلي. كنت عم بحاول إنه أسيطر على الخوف اللي عندي، ما أفكر كتير إنه أنا أصلاً مريضة كورونا، أحاول أفكر دايماً للمستقبل، مع إنه أنا من الشخصيات المش متفائل كتير، دائما عندي خوف، عندي شك، بس في هاي الفترة وفي مرضي لا اكتشفت انه انا انسانة قوية وعندي ارادة، وعم بكتشف كل يوم اشي في حالي انه بنصدم انه كيف انا هيك. فانا يوم اكتشفت انه انا بحبه، وعشان يوسف لا بدي اقاوم، كمان عشان اهلي، عشان الناس اللي بتحبني اللي انا ما بدي اشوفهم انهم هم يتاثروا انه انا يمكن بعيد الشر انه يصير معي اي شيء، او انه اموت، او انه لا، كنت من مخي اشيل هاي الفكره نهائي، اضلني افكر دائما بايجابيه. لليوم تقريبا 40 يوم بالحجر وبوحده العزل بالمركز الفلسطيني للتاهيل، شو اصعب شيء قطعتي فيه بهال 40 يوم قبل ما ارجع احكي بعدين عن كيف اكتشفتي ولحظه اللي اكتشفتي فيها؟ أنا جيت هون على المركز، جيت على محل مجهول، جيت على إجراءات مش سهلة زي ما العالم بتفكر برا. الناس بيشوفوني مبسوطة بضحك، بس في كتير تحديات مرقت فيها صعبة. أول ما جيت هون كان الأعراض خفيفة. في هون عندي في المركز قسمين، القسم الأول هو للعناية الطبية المكثفة، والقسم الثاني هو للناس المصابين بس ما عندهم أي أعراض، عادي وضعهم، بأخذوا فيتامينات وفقط لا غير. جيت طلعوني على الطابق الفوق لأنه شافوا وضعي ممتاز، لكن للأسف بعد تقريب الساعة اختلفت كلياً. لو كنت في البيت يمكن كان هلأ أنا مش موجودة معك. كان عندي التهاب نازل على الرئة ما كنت عارفة. الفيروس هذا خبيث فعلا، عشان هيك أنا دائما بحكي للناس إنه لازم يفحصوا ويتأكدوا. بعد ساعة تعبت، كان عندي وجع رأس مخيف، وجع في آخر ظهري ينزل على إجري، ويمكن هو كمان من الزعل شوي اللي كان صايبني والتوتر أثر علي. قرروا الأطباء إنهم يحطوني في القسم تحت. في القسم تحت كان فاضي، كان في معي مديري نيكولا كبواس، كان كمان وضعه الصحي مش سهل، فهو كان بالغرفة الجنبي. دخلت مش عارفة شو عم بصير فيي، أكيد كانت في لحظة خوف، والحلو إنه أنا ما كنت أحكي لأهلي وليوسف إيش عم بمر، عشان أخلي نفسيتهم كمان كنت عم منيحة وما بتخبي يخافوا عليهم هذه علي. اللحظات الصعبة واللحظات الحرجة. نعم نعم، ما أبي. دخلت على الغرفة، بلشوا معي طوالي إبر وريدية،
أدوية صعبة كتير. أول ليلة من كتر وجع الرأس صرت أتقيأ، بطلت أقدر أقوم عن التخت. بلشوا معي الدكاترة الأطباء يعطوني الإبر، مسكنات عشان يروح وجع الرأس، اللي هو وجع رأس مش وجع رأس عادي، وجع راس مخيف. يعني يمكن تصير تحكي في هذيك هذا، يعني يا رب خذني ولا تورجيني هذا الوجع. اوف اوف لكن بلشوا معي، ما كان يزبط معي ولا اي مسكن. كنت في غرفة لحالي لمدة اسبوعين، ممنوع اطلع منها غير اذا بدي اروح الحمام. لازم البس دائما كفوف، الكمامات، لازم اضلني اعقم. عشت يعني تقريبا الأسبوعين لحالي. اليوم الحمد لله، اليوم الأعراض خفت، واليوم صرت أفضل، ولكن ما زلت بالحجر وما زلت داخل المركز الفلسطيني للتأهيل. أستاذ مالك، بس بدي أوضح شغلة. دعم خطيبي لإلي، دعم عيلتي، هو اللي خلاني أكون هلا موجودة معك وأحكي معك. أنا الشنطة صرت ضابطة مرتين. مش أول مرة مشكلة الشنطة، مشكلة هيك كبيرة معي، وحتى صرت أتعقد منها. أنا ضبيت أول مرة الشنطة وأنا طالعة من البيت من عند أهلي لما عرفت إني مصابة. ما خفت، بس الشعور اللي صابني هو إنه أنا طالعة من البيت، أنت عم بتضب شنطتك. الواحد لما بده يروح يسافر، لما بده يروح رحلة، بكون الواحد مبسوط، الواحد بكون محضر أواعيه من قبل بيوم ومجهز حاله. بس للأسف أنا أول مرة في حياتي بحضر شنطتي في 10 دقايق، مش عارفة شو أحط أواعي، حطيت يمكن نص الخزانة. وأنا أضب فيها بلشت أبكي. أوف. بلشت أبكي لأني بدي أبعد عن أهلي، بدي أبعد عن خطيبي، بدي أبعد عن أصحابي. رايحة على محل مش عارفة شو بده يصير فيي. هون بلش عندي مش خوف، ما بعرف، كان مش شغلة خوف، شغلة إنه كيف بدي أتركهم وأروح. شو توقعاتك كيف يستقبلك المجتمع الأكبر لما تطلع روزان المصابة بكوفيد 19 والذي شفيت من كوفيد 19؟ كيف تتوقع راح يستقبلك المجتمع؟ بتوقع كل الاحتمالات، بتوقع انه في ناس راح تخاف مني، اكيد راح يخافوا، ويمكن في ناس ما يخافوا مني. عندنا المجتمع يمكن ما يرحمني، بس مع هيك انا عندي سلام داخلي، مع هيك عندي ثقة في نفسي، مع هيك انا بعرف انه الله معي. رسالتي انه الحياة الروتينية اللي احنا كنا عايشينها واللي مش عاجبة كتير ناس، هي حياة بتجنن. أوف. حياتنا اللي هي انه بتروح على الشغل وانت تحكي اف 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 حلوة. حياتنا انه نصحى من النوم واحنا بصحة جيدة حلوة. حياتنا انه نكون من دون خوف كمان حلوة. بس خبرين اللحظة اللي اجى فيها يوسف لعندك وشفتيه من الشرفة. صرت ابكي، صرت انط زي الولاد الصغار، احكي له هلا بنزل في البيجامة بس خدني بدي اروح معك. كنت يعني بدي اعبطه، بدي ابوسه، بدي احكي له انه انا بحبك. فكنت كانت لحظه كثير مؤثره، انه اصعب إشي انك تبعد عن الناس اللي بتحبهم. فعلا قصة جدا جدا مؤثرة من فلسطين، من بيت لحم. تحياتي لكم، شكرا شكرا، ألف شكر.